بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. قصة مشيئة الإنسان ومشيئة الله دي قصة البشرية وقصة التاريخ وقصة كل واحد هيعيش على الأرض، لأنه بصراحة كده الواحد فينا بيتحرك يا بمزاجه يا بمزاج ربنا، بالبلدي كده يا بتعمل اللي في دماغك يا بتعمل اللي في دماغ ربنا. عملت اللي في دماغ ربنا تدخل السماء حتف وتفرح للأبد، لأن ربنا يريد أن الجميع يخلصوا. عملت اللي في مزاجك ربنا يستر، لأنه في الغالب مزاجك مش ماشي مظبوط. ومزاجك ده بقى عبارة عن، لا مؤاخذة في التعبير، يعني صفيحة كده فيها زبالة، الشيطان حاطط فيها شوية، والناس حاطين فيها شوية، والتلفزيون حاطط فيها شوية، وخبرات الحياة شوية، وخطايا الماضي شوية، كل ده يطلع لك يشكل لك مزاجك أو إرادتك أو رغباتك. طبعا ده كله في اتجاه غلط، لأنه ممكن واحد يقول أنا ما بعملش اللي أنا عاوزه، أنا بعمل اللي الناس عاوزاه. طب ما هو مين قال اللي الناس عاوزاه ده يوصل السما؟ أنت ممكن تكون بترضي الناس وبترضيهم غلط. ممكن تقول أنا بضطر أعمل طلبات، يعني رغبات مراتي وعيالي. خلي بالك حتى رغبات مراتك وعيالك احيانا ما تكونش في سكه السماء. فتعالوا بقى ندخل في قضيه الاختيارين اللي طول الوقت قدامنا، ماذا يريد الله وماذا اريد انا والناس، عشان لما تقول له لتكن مشيئتي يقول لك في حاجه هنا واقفه في زورك اسمها مشيئتك انت او مشيئه اللي حواليك. عشان كده ربنا يسوع لما قالها معدلة ليلة صليبه، وقال لتكن ايه؟ لا مشيئتي بل مشيئتك. هي نفسها لتكن مشيئتك، بس حط في النص كده إضافة صغيرة، قال ايه؟ لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، اللي هي في الآخر لتكن مشيئتك. بس فكرنا بحتة انه اللي معطل دي مشيئتي أنا، اللي معطل ان ربنا يعمل بيا اللي هو عاوزه وفيا اللي هو عاوزه، انا ليا مزاج في حاجه تانية. تعالوا نرجع الى فجر التاريخ ونشوف ابونا ادم وحواء وقعوا في الحته دي ازاي. يقول تكوين 3: اما ثمر الشجره التي في وسط الجنه فقال الله لا تاكل منه ولا تمس لئلا تموت. فقالت الحيه للمراه لن تموت. شوفوا ربنا بيقول ايه والشيطان بيقول ايه. ربنا بيقول كله زي ما انتوا عاوزين، اتمتعوا بحياتكم، انا عامل كل حاجة عشان تعيشوا سعادة. بلاش دي، بلاش الشجرة دي، بس طلب مش صعب. والشجرة دي لو كلتوا منها هتموتوا، متفقين؟ متفقين. جه الشيطان قال ايه؟ مش هتموتوا. فأصبح فيه مشيئتين، اختيارين، رأيين، منهجين، سكتين، مزاجين. ها، تسمع كلام ربنا وتمشي وراه وتصدق وتعيش مبسوط ما عدا، ولا تسمع الشيطان وتقول لا الرأي ده ألذ وأحلى؟ انت حر. بل الله عالم. الشيطان بقى جاي يقول ايه؟ مين قال اللي بيقوله ربنا صح؟ ما يمكن ربنا خايف على مكانته. الله عالم أن يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة، طبعا دي أول غلطة على فكرة، كونها بصت. اخس عليك يا حواء، تبصي ليه من الأول أساسا؟ مع الشجرة دي ممنوعة، كنت تدي الحياة بالقلم وتقولي لها كدابة. بقى ربنا يقول مش هتموتوا وانت تقولي مش هتموتوا، يعني بتقولي ربنا هو اللي كداب؟ ولا تعبريهاش. إنما هي بقى إيه؟ عجبها كلام الحياة. دخلنا بقى في مشيئة أخرى، في إرادة أخرى، في رأي آخر. يعني النهاردة نقول للشباب يا ولاد حافظوا على أجسادكم، بلاش زنا، بلاش شهوات بطالة، ربنا عمل الجسد ده يسكن فيه. فيجي شاب يقول إيه؟ وهناك رأي آخر بيقول. نعم يا أخويا. رأي آخر يعني إيه؟ يقول رأي آخر بيقوله بره، بدل ربنا خلق الجسم كده يبقى لازم نستغله بكل طاقاته ونعمل اللي احنا عاوزينه. يا سلام، ده رأي آخر، رأي الحياة يعني. طب ومال، انت حر في الآخر، فعلا انت حر،
بس خلي بالك دي سكه الحياه ودي سكه الموت. في تثنيه يقول ايه؟ انا وضعت امامك طريق الحياه وطريق الموت فاختار الحياه. كلام منطقي. انا مش هقول لك ما تغلطش غصب عنك، انت حر، بس السكه دي تموت والسكه دي صح. رأت أنها جيدة، بهجة العيون والشجرة شهية للنظر، أخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا فأكل. عشان كده في تعبير بعض الآباء أو شروحاتهم يقولوا الخطية الأصلية هي التأله. يعني إيه الفكرة دي؟ يعني محاولة الإنسان أن يصير إله نفسه، يركن ربنا يقول له معلش يا رب اركن انت، انا اقول، انا اللي اقرر، انا اللي حدد الصح والغلط، انا امشي ورا مزاجي. خلي بالكم كل واحد بيعمل مزاجه من غير ما يرجع لربنا خطية. ليه؟ لانه اعتبر نفسه ملوش كبير، هو كبير نفسه. لا يا حبيبي، ربنا كبيرك غصب عنك، هو اللي خلقك، هو اللي عملك. فإنكار وجود الله أو الإلحاد، مش لازم واحد يعلن جهرا ويقول ربنا مش موجود، لا برضو الكلام ده ما مش سهل. إنما أي واحد ماشي بدماغه في الدنيا دي وبيعمل كل اللي هو عاوزه، الحقيقة ببساطة اعتبر نفسه هو ربنا ولغى وجود ربنا، ركن ربنا. عارفين زي إيه؟ زي ما تلاقوا شاب كده مستهتر يدخل ويطلع وياخد من البيت حاجة أبوه وما يسألش فيه، ومرة الأب يقول له يا ابني هو كان أبوك مات، ليه بتعمل كده؟ ليه بيقول له كده الأب؟ لأنه متجاهل تماما وجود أبوه، حق أبوه، كرامة أبوه، رأي أبوه، مزاج أبوه، لغاه. فيبقى الأب نفسه يقول له أنت يا ابني موتني. وده مثل الابن الضال لما الابن ورث أبوه بالحياة كأنه موت أبوه. إذن كل خطية مصدرها الأساسي أن الواحد بيعمل اللي هو شايفه، وكل توبة ببساطة معناه إيه؟ أرجع أقول له أنت يا رب شايف إيه؟ أنت عاوز إيه؟ يبقى أي خطية مصدرها أنا عاوز إيه؟ وأي توبة ورجوع يا رب أنت عاوز إيه؟ تعالوا نمشي في الفكرة دي بأشكال مختلفة. أول نوع، أول شكل من أشكال التأله، الاستغناء عن الله. الاستغناء يعني ايه؟ في واحد يحس انه يقدر يعيش من غير ربنا، طبعا دي في الغرب اكتر قوي من هنا، لكن دي حاجة عادية. مرة بتكلم مع واحد في امريكا قال لي معلش لا مؤاخذة، يعني هو ربنا هيعمل ايه زيادة؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي معلش انتوا في بلادكم الاتوبيس اتأخر تقول يا رب، احنا لو اتوبيس اتأخر نقفل الشركة، مفيش حاجة اسمها اتوبيس اتأخر. شوفوا الكبرياء وصل ليه. انت تقول يا رب عشان الاتوبيس يجي، احنا ما فيش حاجه اسمها يا رب، ما فيش حاجه اسمها اتوبيس ما يجيش، لازم يجي، كل حاجه محسوبه. فهنا هو عمل ايه؟ استغنى عن ربنا، استغنى. مره بتكلم مع واحد صديق دكتور في امريكا، خادم جميل، وممنوعين الدكاتره في امريكا يتكلموا عن ربنا، الدكاتره المتدينين ممنوعين يتكلموا عن ربنا كبروتوكول يعني، عشان ما يقعدوش يقولوا كل واحد يتكلم عن ربنا بتاعه. فبقول له انت بتعمل ايه يا فلان؟ انا عارفه خادم مش قادر يسكت يعني، يحب ربنا قوي، وهو ماسك قسم علاج الاطفال اللي بيسموهم المبتسرين، اللي هم نيوناتولوجي، ده اللي هو بيتولد 6 شهور وبتاعه وتحط في حضانه. قال لي طبعا احنا مزنوقين يعني، لكن ما بيخلاش. قال لي كان عندي لسه قريب 2 ملحدين، راجل ومرات، وجابوا طفل دخل عندي في الامرجنسي يعني. قلت لهم احنا we had done everything، احنا عملنا كل اللي علينا، now it's time for praying. وبيرمي كلمة كده يعني، قال لي يعني ايه؟ مفيش حاجة تتعمل غير نصلي. قال لي فوجئت، الاتنين دول ملحدين وانا عارف. قال لي واحنا كمان بنصلي. قالوا له واحنا كمان بنصلي. يعني ايه؟ الملحدين يأوحوا، لكن لما توصل بقى ايه؟ انه حس انه عاجز وعيله بيموت، بيتلم بقى، بيفوق. اللي قاعد يقول مفيش ربنا سنين، في لحظة كده يحس انا ضعيف، انا محتاج ربنا،
ما ينفعش يكون ما فيش ربنا، ما ينفعش الدنيا دي أخدها لوحدي على كتافي، مش هقدر. هنا الاستغناء عن ربنا مش مجرد إلحاد صريح. وانت بتخطط لحياتك ما سألتش ربنا عاوز ايه، ده إلحاد، ده استغناء عن ربنا. وانت بتقرر لنفسك ما رجعتش لربنا عاوز مني ايه، ده إلحاد، استغناء عن ربنا. وانت راضي على نفسك وعلى مستواك الروحي ومعتبر نفسك احسن من كل الناس، برضو ده إلحاد، لانك اتهيأ لك انك بقيت ربنا. عشان كده في رؤية 3 يقول له لانك تقول اني غني وايه وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء. قال له ليه انت بقيت مطرحي ولا ايه؟ لست تعلم انك شقي وبائس وفقير واعمى وعريان؟ فواقه بقى، وانت فاكر نفسك ايه؟ تقول حاجة، انت ضعيف خالص. وابتدى بقى ايه يفوقه. الاستغناء عن الله هو اللي عمل الشيطان، واللي بيعمل الناس اللي عايشة زي الشيطان. خلي بالكو العالم مليان شياطين في شكل بشر، يعني اقصد بشر عايشين بفكر الشيطان. ايه فكر الشيطان؟ مذكور عندنا في اشعياء 14 اصحاح طويل عن كيف يفكر الشيطان. فيقول ايه، انت قلت في قلبك، ربنا بيقول للشيطان، اصعد الى السماوات، ارفع كرسي فوق كواكب الله، اجلس على جبل الاجتماع، اصعد فوق مرتفعات السحاب، اصير مثل العلي. كل اللي عمال يكبر ويشوف نفسه كبير ويتحكم في كل شيء وعاوز عاوز عاوز صار شيطانا. الغني الغبي لما قعد يقول له يا نفسي كلي واشربي واستريحي وافرحي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة، وقع في فكر الشيطان. قال له يا غبي هذه الليلة تؤخذ نفسك منك. ناس كتير قوي للأسف عايشة بفكر الشيطان، اللي هو ايه، انا عاوز ايه، اوصل لايه، اعمل ايه، احقق ايه، بكرة يمشي ازاي، بعده يمشي ازاي. يا بني آدم انت صغير، انت محدود، ارجع للي خلقك، شوف الموضوع ايه، شوف المطلوب ايه. عشان كده في مزمور 14 يقول قال الجاهل في قلبه ليس اله، فسدوا ورجسوا بافعالهم، ليس من يعمل صلاح. لما تلاقوا الدنيا مليانه فساد، مليانه رجاسه، مليانة مادية، مليانة شهوات، مليانة إباحية، مليانة عنف، كل الناس دي إيه؟ ركنت ربنا. بيقولوا جواهم، ما كانش بصوت، بيقولوا في قلبهم يا عم مفيش ربنا ولا حاجة. وكان حد شافه؟ مفيش ربنا. يمكن جهرا يكسف يقولوا كده، لأن أي حد حتى بالعقل يقول لازم يكون في ربنا. لكن في قلبه بيقول مفيش ربنا. ما فيش ربنا أرجع له، ما فيش ربنا يقول لي يمين وشمال، ما فيش ربنا يعني ألجأ له لما كنت تعبان. تاني شكل من أشكال التأله، أنا بكلمكم عن خطية التأله أو التأله كفكر عام، إزاي ده ضد مشيئة الله. لأن مجرد تقول لتكن مشيئتك، أنت تعلن أنك تعبد الله، أنت تعلن أن لك إلهاً مرجعا، أبا، إلها سماويا. في كلمة واحدة اسمها لتكن مشيئتك. بالظبط لما واحد يقول له أوامرك يا فندم، حاضر، إيه لتكن مشيئتك؟ معناها كده أنا مخلوق، أنا عبدك، وأنا عارفك بتحبني، عملتني ابنك، فمحبب عليا أقول لك لتكن مشيئتك. تاني شكل تخطي الحدود والغير محدود. يعني إيه؟ إحنا لينا حدود. انت كإنسان محدود بطبعك، انا محدود بعمر، محدود بجسد، محدود بقدرة، محدود بنفس، محدود بإمكانيات. مفيش بني آدم مش محدود. الإنسان في كبرياء وإلحاده يتصور نفسه انه غير محدود، يتخطى الحدود، عاوز يعمل حاجات مش في حدوده. عارفين لما تقول لواحد يا أخي خليك على قدك، خليك على قدك يا إنسان، أنت إنسان،
هو انت اللي هتمشي الدنيا، انت اللي هتقول ايه صح وايه غلط، انت اللي هتتكلم في المصائر، مين يدخل السماء ومين ما يدخلش، وما ربنا بقى ايه يعمل ايه. شوفوا يقول غضب الله معلن على من السماء على جميع فجور الناس واسمهم الذين يحجزون الحق بالاسم. شوفوا التعبير ده يعني ايه، يعني الحق الحقيقة حقيقة وجود الله تمنع تحجز بالخطية. من كتر الخطية تلاقي الناس مخها تلخبط، من كتر الفساد تستغرب الناس دي عقلة، الناس دي ما جرى لها ايه. يحجزون الحق بالاسم ودول مستنيهم غضب ربنا. معرفة الله ظاهرة فيهم، يعني دول لو بصوا لنفسهم يعرفوا ربنا، لو بصوا حواليهم يشوفوا ربنا. الله أظهرها لهم، يعملهمش عذر. أموره غير المنظورة، لو قالوا ربنا مش مرئي، إنما اللي عمله ربنا متشاف، إيد ربنا واضحة. ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته حتى إنهم بلا عذر. أنا وإنتم ملناش عذر لما نتجاهل وجود الله، لما نمشي الدنيا بدماغنا، لما يبقى الواحد واخد في وشه كده وبيقرر لنفسه كل حاجة، لما ما بيرجعش يسأل ربنا يا رب راضي عني، يا رب أعمل إيه عشان أعجبك، عاوز مني إيه، أنت إلهي، أنت كبيري، أنت خالقني، أنا ملكك. إنما لما الواحد يتخطى الحدود وغير المحدود، يعني إيه، يعني يدخل في دايرة غير المحدود، ياخد من حق ربنا وينسبه لنفسه، يعمل اللي ربنا بيعمله. مثلا اديكوا مثل بسيط قوي، خطيه الادانه. الادانه عباره عن تخطي الحدود وغير المحدود. يعني ايه؟ انت لما تدين انسان انت تخطيت حدودك، حيلك. هو انت مين عينك قاضي على الناس؟ مين عينك دريان بضمائر الناس؟ مين قالك خلفيه البني ادم اللي بيغلط ده ايه؟ مين ما ادراك بما في قلب هذا المخطئ؟ بأي حق بتدينه؟ أنت عبد زيك زي. وبعدين أنت تخطيت حدودك لغير المحدود لأنك خدت دور ربنا. الديان هو الله وحده، فلما تبقى أنت ديان أنت كده خدت مكان ربنا، كأنك بتقول له اركن بقى رب، أنت الظاهر مش عارف تمشي الدنيا دي، سيبني أنا ماشي الدنيا دي، أنت اللي هتمشي الدنيا، أنت اللي هتقول ده يحصل له ده ما يحصلوش. في قصص أدبية مسيحية توصف، تتخيل أنه ربنا ترك الدينونة لإنسان، والإنسان بقى ينفعل انفعالاته العادية، فيلاقي واحد مجرم مفتري يقول خلاص نخلص عليه، ويلاقي واحد كويس قوي يقول نكافئه ونرفعه، وبعدين ربنا يجي يقول له أنت بوظت الدنيا خالص، يقول له ليه يا رب؟ ده واحد مفتري. قال له المفتري ده كان هيتوب وهيجيب ناس كتير قوي، أنت حكمت عليه بالإعدام، واللي انت شايفه كويس ده رفعته وديته سلطات كتير قوي، باظ خالص وبهدل الدنيا، لانك انت ما انتش فاهم كل حاجه، انت دخلت في دايره غير المحدود، تخطي الحدود. الانسان المتواضع يعرف حدوده كويس، يجي يقول لا دي مش بتاعتي، دي بتاعت ربنا، دي ما اقدرش عليه، دي عليه هو، انا ما اعرفش، هو يعرف. فالانسان المتواضع بيلم روحه بسهولة، بيرجع لضعفه كل شوية، بيعرف الفرق الكبير بينه هو كمخلوق وبين الكبير أو الخالق. من هنا يمشي في سلام، ولما يقول لتكن مشيئتك يقولها فرحان، لأنه عارف الفرق بين ضعفه كإنسان وبين قوة ربنا. يقول لما عرفوا الله لم يمجدوا أو يشكروا كإله، بل حمقوا في أفكارهم واظلم قلبهم الغبي. تعبير شديد قوي، استغبوا يعني، يعني الجماعة دول ضلموا على نفسهم قلبهم ولغوا دماغهم خالص ومشوا وراء أفكار غبية. بينما هم والغريب بقى أن دول بالذات يزعمون أنهم حكماء، يعني اللي هم أغبى الناس اللي هم افترضوا أن ربنا مش موجود ولغوه خالص وبقوا يعملوا اللي هم عاوزينه، يظنون أنهم حكماء صاروا جهلاء وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان. بقى الواحد يعبد نفسه
يعبد إنسان آخر، ممكن يعبد حيوان كمان، ممكن يعبد الدولار. لذلك سلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقلوا وعبدوا المخلوق دون الخالق. فاهمين الفكرة؟ بقوا يعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك للأبد. لذلك سلمهم الله إلى أهوان الهوان، لأن ابتدى يشرح الشذوذ واللي حاصل في الدين. الخطايا لما بتزيد في العالم مرجعها الأساسي الإنسان لغى ربنا. لما تلاقي الخطايا بتزيد في حياتك أنت، كذب زاد، إدانة زادت، أفكار شريرة، طمع، شهوات، قلق، خوف، معناها ربنا طلع من حياتك. فبقى اللي مسيطر عليك فكر الشيطان، فكر الخطية. لما بتقول له لتكن مشيئتك بتقول له الحقني يا رب، خليك أنت اللي تظبطني، أنت خلقتني مشيني زي ما أنت عاوزني مش زي ما أنا عاوز. يبقى أي مرحلة تحس الخطايا زادت كلمة واحدة تنقذك، لتكن مشيئتك يا رب، رجعني على الخط تاني، ما تسيبنيش لغبائي. وابتدى يتكلم عن الزنا والشذوذ واللخبطة وربطها بالإلحاد. معلش انتوا كخدام تفهموا الحتة دي. الشذوذ اللي ماشي في العالم دلوقتي موضة، وطلبوا حقوق إنسان، وبيطلعوا مظاهرات دلوقتي ينادوا ان هم مظلومين، ويتربعوا على أماكن في الوزارات وفي بعض كنائس كمان، ومعتبرينها حاجة طبيعية جدا. هي ببساطة شغل الشيطان. الشيطان اللي خلى ربنا يركن بقى يطلع بقى ايه براحته الافكار اللي هو عاوزها. ربنا خلق الانسان بشكل معين، اللي يغير في الشكل ده يبقى شغل شياطين. كل ده يجي من ان الناس ركنت ارادة ربنا ومشي بارادتها. انا شايف ان ده صح، بس ربنا مش شايف انه صح، انت شايف وربنا شايف حاجة تاني. تالت نوع من انواع المشيئة البشرية، احنا بنتكلم عن ازاي مشيئة الانسان ضد مشيئة الله. يا اما الانسان بيستغنى عن ربنا، يا اما الانسان ايه بيتخطى ربنا. ثالث نوع الثقة الشديدة في العقل البشري. عندكم صورة جميلة حطيناها هنا، الصورة دي تورينا الفكرة. يعني القطة اللي بصة للمراية شايفة نفسها اسد، هو البني ادم يعمل كده، يتصور انه قادر بعقله وذكائه يحل مشاكله، يربي عياله، يمشي الدنيا، ينجح، يغلب، ينتصر. ولازم الايام تخبط فيه وترزق لغاية ما يعرف انه مش محصط الفار حتى، مش قط. كتاب بيقول ويل للحكماء في اعين انفسهم والفهماء عند ذواتهم. كلمة ويل دي كلمة خوف. يا ويل اللي شايف نفسه بيفهم كويس، هياخد على دماغه تمام في الدنيا دي. ويل للحكماء في أعين أنفسهم. في واحد تناقشه تحس إنه مش بيسمع. ليه؟ هو مقتنع جدا بتفكيره، معتد برأيه، حاسس إنه كل الناس ما بتفهمش، كل الناس بتفكر غلط، أنا أفكر صح، أنا عارف الصح. ده اللي ماشي في دنيته يقول لتكن مشيئتي. يعني يقول أبانا الذي يقول لتكن مشيئتك، ربنا يقول له استنى استنى قولها صح، قول لتكن مشيئتي، انت ما تعرفنيش خالص، انا مش في دماغك خالص، انت تسمع نفسك بس. الثقة في العقل البشري دي زيادة قوي اليومين دول. الكتاب يقول أين الحكيم؟ في الآخر راح فين؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ فيلسوف يعني، ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ راحوا فين الناس دول؟ راحوا فين أرسطو وأفلاطون وسقراط وأثيناغوراس وأبيقور راحوا فين؟ مشوا، ماتوا زيهم زي غيرهم، بقوا شوية تراب برضه. لأن هم افتكروا إن هم هيغيروا التاريخ كله. لا، كل واحد يثق زيادة في ذكائه، في عقله، في حكمته، يبقى ما بيعرفش يقول لتكن مشيئتك. الشخص اللي يقول لتكن مشيئتك لازم يعرف يقول أنا رب مش فاهم، فهمني، أنا رب مش فاهم، ويفضل طول حياته يقول له مش فاهم، أنا غبي يا رب، مش فاهم، على قد تفكيري،
في حاجات كتيرة مش فاهمها، ومش متضايق اني مش فاهم. انا عارف اني لازم افضل مش فاهم لاني بني ادم، لاني محدود. عشان كده في المزمور يقول ايه؟ صرت ايه؟ كبهيم عندك. هو مش بيشكي على فكرة، اللي بيقول كده مش بيقول ليه خلتني بهيمة عندك، لا، بيقول له انا مبسوط قوي، انا مش لازم افهم. هو لازم يشرحه للحمار، يتفقوا مع الحمار، يقولوا له بص احنا عندنا مشوار للسوق، ايه رأيك يا حمار؟ ما ينفعش، هيجروه خلاص. ففي ساعة المزمور بيقول له انا مش لازم تاخد رأيي يا رب، انت جرني وخلاص، جرني. صرت كبهيم عندك ولكني دائما معك. وانا لازم اسالك رايحين فين وجايين منين وبكره يمشي ازاي، انا مش اسالك، انا لغيت عقلي معك، انت شو، انت مشي، انت جرني جرني. انا عارف انك هتوديني في الاخر على السماء، ده اللي يهمني، لكن انا مش عاوز افكر. الثقه في العقل البشري، يقول حكمة هذا العالم جهالة عند الله، لأنه مكتوب الآخذ الحكماء بمكرهم. ده بتعبيرنا البشري يقعوا في شر أعمالهم. الآخذ الحكماء بمكرهم، يعني الجماعة اللي فاهمين نفسهم دول أحكم ما يمكن، دول اللي بيأذوا روحهم أكتر ناس. يقول كمان أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. ليه ربنا بيحب العيال الصغيرة؟ عشان مش بيفكروا كتير، مش بيقلقوا كتير، تفكيرهم على طول مع ربنا. النقطة الرابعة، ايه اللي يخلي الواحد يمشي ورا مشيئته وما يمشيش ورا مشيئة ربنا؟ عدم الرجوع لله بالسؤال والاحتياج، دي مشكلة مزمنة برضو. احنا بنتكلم عن صور مشيئة الانسان ضد مشيئة الله، اللي معطل فكرة لتكن مشيئة. الشعار اللي قاله ربنا يسوع، لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. مشيئة الانسان تخليك تستغنى عن ربنا، تخليك تتخطى ربنا، تخليك تثق في عقلك زيادة، تخليك ما ترجعش لربنا بالسؤال. يقول تركوني انا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آباراً آباراً مشققة لا تضبط ماء. معلش أنا أقول لنفسي وأقول لكم حاجة كده نبكت بيها روحنا. تبقى زهقان في البيت، قدامك إنجيل وإجبي وأبصال مضي وأيقونة وتلفزيون وكمبيوتر وأي حاجة وحشة، مخك ما يجيش في الحاجات الأولانية دي خالص، أصلك زهقان، تمسك الريموت تقعد تقلب في القنوات، تزهق، تقوم تاكل لقمه من الثلاجه، تزهق، ترفع السماعه تعمل تليفون، تزهق، تفتح الكمبيوتر، تزهق، تنزل تتمشى في الشارع. يا بني ادم، سايب الميه قدامك وعمال تشحت ميه. تركوني انا ينبوع المياه الحيه وذهبوا لينقروا لانفسهم ابارا ابارا مشققه لا تضبط ماء. ترجع آخر اليوم تلاقي نفسك مش طايق روحك، عملت كل حاجة ويمكن حاجات غلط، وبعدين متضايق، طبعا متضايق. انت لو العشر ساعات دول خدت منهم ساعة بس قعدت مع الإنجيل وصليت بنفس، هتلاقي المضايقة راحت والنكد راح والدنيا فاقت. عدم الرجوع لله، كأن ربنا ده ما عندوش حل، تقيل على القلب. قال ايه الحاجات التانية هي اللي خفيفة على القلب؟ عارفين الابن الضال لما فاق قارن أكل بأكل، لقى اللي هو معروض عليه التاكل ومش طايله الخرنوب. الخرنوب ده زي الزبالة، زي أكل الحيوانات اللي بيأكلوه الخنازير، فحاجة يعني صعبة جدا على أي بني آدم. وهو ده بقى اللي إيه، بيبص عليه وبيشتهيه. وبعدين افتكر عز أبوه، قال ده أنا الخدامين عند أبويا بيفيض عنهم الأكل، إيه البهدلة اللي أنا فيها دي؟ هي دي البهدلة اللي الناس عايشة فيها، يجروا يمين وشمال عشان يشبعوا وينبسطوا ويكسروا الملل والضيق والاكتئاب، وبعدين محدش مرتاح. ليه؟ عشان مش عاوزين يقول لتكن مشيئتك، بيقولوا لتكن مشيئتي، فبينبسط بطريقته، طريقته ما بتبسطش. عدم الرجوع لله بالسؤال والاحتياج،
أيوب لما جات له التجربة في الأول خدها على رجليه وكان حلو، وقال له يا رب اللي أنت عاوز أعمله فيه. بعد شوية بقى إيه، لسه جواه شوية ذات كده، اعترض، قال له لا أنت ليه عملت اللي أنت عاوزه؟ ما سألتنيش ليه أنا عاوز إيه؟ يعني إيه تاخد عيالي وتعمل وتسوي؟ استنى شوية بقى، أنت غلطان في اللي أنت عملته يا رب. ابتدى أيوب بقى إيه يطلع بقى كل اللي جواه، تعبان مش قادر. وبعدين ربنا استحمله طبعا وطول باله، في آخر سفر أيوب ربنا يقول له أيوب بما إنك أنت بتفهم وأنا ما بفهمش، بما إنك أنت عارف وأنا مش عارف، بما إنك أنت دايما صح وأنا كمان طلعت غلطان، أسألك يا أيوب فتفهمني فتعلمني. إيه رأيك بقى؟ وابتدى يسأله ولا سؤال أيوب عرف يجاوب عليه، حوالي 70 سؤال مثلا، مش فاكر عدتهم زمان، مش فاكر الرقم. قال له بقى إيه اللي بيحصل في أعماق البحر؟ الحيتان بتخلف إزاي؟ العصافير بتاكل إزاي؟ أسئلة بقى في البيولوجي وفي الماثيماتكس وفي هو بقى فاهم نفسه ويفهم كل حاجة. فسأله أسئلة ملهاش ولا إجابة، إجابتها كلها كلمة واحدة، معرفش. يعني واخد 0 من 100 أيوب. عشان تبقى الإجابة إيه؟ عارفين أيوب عمل إيه في الآخر؟ قال له يا رب أسألك أنا فتعلمني. قال له كنت فين من بدري؟ كنت عاوزها دي من الأول. أنت إنسان ترجع تقول لي أنا هسألك يا رب وأنت علمني، إنما أنت افتكرت نفسك ربنا وحكمت علي أنا بغلط في أحكامي. خلاص يا سيدي خليها تمشي كده، قول لي بقى أسألك أنت سي أيوب وعلمني. قال له أخطيت هحط رأسي في التراب، أنا رفعت رأسي في وشك، أنا هحط رأسي في التراب؟ أنا نسيت أني تراب، أنا افتكرت نفسي أقدر أمشي الدنيا، أنا لازم أرجع لك في كل حاجة، أرجع لك أقول لك مش عارف، أرجع لك أقول لك تعبان، أرجع لك أقول لك اسندني، بس مفيش غيرك. إذن عدم الرجوع لله بالسؤال والاحتياج تعبير عن رفض مشيئة الله. اللي بيقبل مشيئة ربنا يرجع يتكلم مع ربنا، يحتاج ويسأله. ربنا يقول طول النهار بسطت يدي إلى شعب معاند ومقاوم. يعني ربنا عامل إيديه كده، ما تيجوا يا أولاد تاخدوا، ما تيجوا يا أولاد ترتاحوا، ما تيجوا يا أولاد تدخلوا حضني، مش محتاجينك، احنا نقدر نمشي الدنيا من غيرك. ماشي مشوها براحتكم، اللي عاوز يمشي الدنيا من غيري يجرب. 5، ما زلت بتكلم عن فكرة شوية فيها فلسفة. لما الواحد بيمشي لوحده من غير ربنا، لما بيتبع مشيئته مش مشيئة ربنا، لما ما بيعملش لتكن مشيئتك، دي ايه اللي بيحصل؟ الحكم على الآخرين. كل لما الواحد قرب من ربنا صح، كل لما ما شافش أخطاء الناس خالص، كل لما الواحد بعد عن ربنا كل لما ما شافش غير أخطاء الناس، تقدر تقيس أنت ماشي صح ولا غلط بالحتة دي. لما بتقول لتكن مشيئتك بتقول له أحكم أنت رب على الناس، أنا غلبان وأوحش من كل الناس. لما بتنسى مشيئة ربنا أنت اللي هتحكم بقى. من أنت يا من تدين عبد غيرك؟ هو اللي مولاه، يثبت أو يسقط ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته. اللي يشوف الفريسي والعشار يقول العشار ده حرامي المفروض يتسجن ورايح جهنم 100 مرة، واللي يبص على الفريسي يقول يا ريتنا بقى في جلابيته يعني نوصل زيه. طلع أن ربنا رافض العشار وقابل رافض الفريسي وقابل العشار. من أنت حتى تدين عبد غيرك؟ يقول من كان منكم بلا خطيئة فليرميها أولا بحجر. ليه بنحكم على بعض؟ لأن مش بنرجع لمشيئة ربنا، الواحد بيمشي بمشيئته، فهو اللي بيقيم الناس وبيحكم على الناس وبيحدد مين كويس ومين وحش. ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. بص على نفسك، كلنا تحت الآلام، كلنا غلابة، كلنا متلصمين، كلنا بنقع وبنقع وقعات جامدة. خليك مركز على روحك،
لو انت بتقول لتكن مشيئتك يقول لك بص على نفسك، خليك في نفسك بس، سيب لي انا مشي الدنيا كلها، انا ظبط الناس كلها. 6، الثقة في المستقبل. ما زلت بتكلم عن التأله أو الإلحاد أو شعار لتكن مشيئتي كإنسان، صورها إيه بقى في حياتنا؟ صورة الثقة في المستقبل. تعبير جميل قوي قاله القديس يعقوب. القديس يعقوب كلامه سهل ولذيذ، قال كلام في الأول واحد يقرأه يحس ما فيهوش غلط، طلع غلط خالص. بيقول، يقول واحد نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك، وهناك نصرف سنة واحدة، نتجر ونربح. هو قال حاجة غلط؟ لغاية كده ما قالش حاجة غلط. طب فين الغلط؟ أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، ما هي حياتكم إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. فكرة غريبة أوي، عوض أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. كنت بقرا حكاية لتولستوي عجبتني الحقيقة، يمكن بعضكم قراها. يقول إيه، حكاية خيالية كده، ربنا عاقب ملاك لأنه قال إداله أوردر ينزل ياخد واحدة ست لسه مخلفة توأم وجوزها ميت. فالملاك نزل ياخد روح الست، لقى الطفلين بيرضعوا منها وهي في حالتها تعبانة قوي وجوزها ميت، ودول أول طفلين ليها توأم لسه مولودين. فقال إيه، هو بقى استحرم ياخد روح، فمرضاش ياخد روح. قام ربنا قال له لا، تعالى بقى أركن، أنت لازم كنت تسمع الكلام. بعت ملاك تاني خد روح، فوقعت الست أول ما ماتت يعني، اتدلقت كده على رجل طفلة منهم، كسرت رجل الطفلة اليتيم. فهو شاف المنظر، ربنا بقى إيه، رماه في الدنيا وقال له تعيش كإنسان عشان أنا هعلمك كم درس قبل ما ترجع تبقى ملاك تاني. وبعدين إيه، كان كإنسان كده بيموت، وعد عليه راجل جزماتي غلبان، شافوا شاب كده مرمي تحت جنب الكنيسة، شكله أمور بس بيموت. قام الراجل الجزمات الفقير، كان بردان قوي طبعا، حكاية روسيا كلها فيها برد، وكان عاوز يمشي يلحق يجري على بيته، صعب عليه. فبعد ما عداه رجع تاني يشوف الشاب اللي بيموت ده، قلع الجلابية الصوف اللي عليه ودفاه ودخل بيه بيت مراته. دخل عند مراته، لقى مراته وشها زي الشيطان، بمعنى اتغاظت جدا، بدل ما تدخل لينا بلقمة عيش جايب لنا واحد كمان نعوله. وبعدين الراجل وقعدت تزعق في جوزها قدام الشاب الغريب ده اللي بيموت. فالراجل قال لها افتكري ربنا يا ستي، ربنا ما سبناش، حرام نسيب غيرنا. هو قال كده، الست وشها نور شوية وقالت له طب قعدوا عشان اعشيكم. فالشاب ده ابتسم، وربنا قال له هتتعلم 3 دروس، ابتسم لأنه عرف أول درس. وبعدين الشاب ده هو ده في الأصل ملاك، الراجل قال له بص احنا ناس غلابة، انت لازم تشتغل معانا لو هتعيش معانا. قال له علمني، علمه، وطلع بقى ايديه بقى صاروخ، وتعلم صنعة الجزمات دي، وبقى الرزق كتير في البيت. عدى عليه 6 سنين مستني الدرس التاني، والدرس الأولاني هو شرح في الآخر أنه كلمة ربنا تغير القلب الحجر وتخليه يرق ويعمل رحمة. الست كانت عمالة تهزق في جوزها اللي جايب لها راجل غلبان، لما قال لها افتكري ربنا، قالت له خلاص قعدوا عشان نأكله، ووشها اتعدل. بعد 6 سنين بيدق على الباب بتاعهم واحدة ست غلبانة معاها بنتين، واحدة منهم بتعرج شبه بعض، طفلتين. فالشاب اتنط كده وقعد يبص على المنظر وتهيأ له حاجة. الراجل صاحب البيت دخلهم، عاوزين ايه؟ قالت له اعمل لي شبشبين للبنات. وهي بياخد مقاس البنات، قعدت الست تحكي.
فيقول لها الراجل الكبير، الراجل الشاب قاعد يسمع وهو مركز قوي، لأنه عرف إن دول البنات اللي كانوا أمهم ماتت على إيدين. فقالت له، فقال لها: هما بناتك أمورين قوي، بس هي ليه بتعرج كده؟ قالت له: هما مش بناتي، دي أمهم ماتت وأبوهم ميت، أمهم ماتت وهي بتولدهم، وأنا جارتهم، وأهل القرية بعد ما دفنوا الست قالوا: البنات دول مين هيرضعهم؟ أنا كان لسه ابني ميت وكنت برضعه، فقلت هاخدهم بقى أستعوض بيهم عن ابني، دلوقتي بحبهم أكتر ما كنت بحب ابني. فابتسم تاني، لأنه عرف إن هو في تخيله إن أمهم أولى بيهم وخسارة ياخد روح. طلع إن أحكام ربنا أكتر من أحكام البشر، دبر لهم الأم الحنينة اللي عالتهم أكتر من أمهم. فاضل الدرس الثالث، مسافة سنة دخل راجل تخين قوي وضخم قوي ومتكبر قوي، وقعد يشخط وينطر ويزعق ويشتم راجل غني. والراجل صاحب البيت اللي هو صاحب المحل يعني الغلبان ده يقول له: طب نعمل ايه؟ قال له: اعمل لي الجلد ده غالي جدا، عاوز تعمل لي مش عارف صندل شكله ايه. قال له: حاضر. وبص للصبي بتاعه اللي هو الملاك، قال له: هنعمل، بص الجلد ده لو باظ هنموت انا وانت. قال له: ما تخافش. وبعدين ابتسم ثالث مرة، قال له: انا هبعت لك بكرة استلم الحذاء الصندل ده، هنعرف ليه ابتسم. هو طلع من هنا الشاب ده مسك الجلد قعد يقصقص فيه، عمل منه حاجة تاني خالص غير صندل، عمل بيه شبشب ميتين كده. الراجل بص عليه بعد ما قطع الجلد ولطم، قال له: انت بوظت حتة الجلد. وهو بيقول له كده جات العربية تاني مستعجلة، وبيقولوا الراجل بعد ما روح مات، ودلوقتي مش هنحتاج الصندل ده، اعمله بيه شبشب ميتين حاجة زي كده. قال له: انت ابتسمت ليه؟ قال له: انا شفت زميلي اللي بياخد الارواح واقف وراه، فعرفت انه مش هيلبس الصندل. فكان ده الدرس الثالث بتاع انه اللي شايف نفسه هيحرك الدنيا وهيعيش على طول، ولما اتعلم الثلاث دروس يعني اختفى. طبعا دي قصة خيالية بس هو فيها معاني حلوة. نرجع لفكرة الثقة في المستقبل. الثقة في المستقبل يعني ايه؟ لما الواحد فينا بيقول بكرة هعمل واسوي الحتة دي معناها انت ركنت ربنا برضو، انت عارف بكرة يمشي ازاي؟ كل ما تفكر في بكرة أول حاجة تقولها في سرك حتى: إن شاء الرب، إن شاء، إن شاء الرب وعشنا. حد عارف هنعيش؟ وحد عارف لو عشنا هتبقى دي مشيئته، نسافر ولا ما نسافرش؟ تخطيط المستقبل من غير كلمة إن شاء الرب وعشنا نوع من الكبرياء، نوع من التأله، نوع من إنكار وجود الله. أنت هتخطط كل حاجة من غيره إزاي؟ فهنا معلمنا يعقوب بيعترض على أسلوب كل الناس اللي بتقول هنعمل وهنعمل وهنعمل. يا أخي قول إن شاء الله، ارجع لمشيئة ربنا لتكن مشيئتك، مهما خططت قول لو كان ربنا رايته. بنفس المعنى يقول إيه في الغني الغبي: أهدم مخازني، أبني أعظم، أجمع هناك خيراتي وغلاتي، أقول لنفسي: يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسين. يا غبي هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، مش لأنه بيعمل حاجة غلط، لأن ما فيش ربنا في دماغه خالص. هو الحقيقة يكون واحد يهدم ويبني مش خطية، يكون واحد يأكل وينبسط مش خطية، إنما الخطية كل الخطية أن ربنا مش موجود، ما بيرجعش يقول له ماذا تريد يا رب أن أفعل، ما بيقولوش فين مشيئتك يا رب. نقطة كمان، ادعاء القدرة. لما الواحد يقول أنا أقدر، في اللحظة اللي بيقول فيها أنا أقدر، اللحظة دي فيها شوية إنكار لوجود ربنا، أو فيها حتة مشيئة إنسانية. الملك بتاع نبوخذ نصر قال في مرة، قاعد يتفرج على بابل العظيمة وقال إيه: أليست هذه بابل التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري وجلال مجدي؟ عارفين يقول النص إيه؟ وبينما الكلام في فمه، يعني لسه ما خلصش الجملة، جاله الصوت يقول لك هتبقى زي الحيوانات
وتمشي كده محدش يعرفك، وجاله روح شرير كده وقعد 7 سنين في الغابة، وضوافره طولت وشعره طول وبقى شكله كده ملخبط والناس بتبعد عنه، لغاية ما رجع وقال له: يا رب أنت كبير أنا صغير. لما الواحد يقول أنا أقدر أنا أقدر، بينسى أنه حتى القدرة دي عطية، بيفتكر أنه هو يقدر. عشان كده من الكلمات الحلوة زي ما تعلمنا كلمة إن شاء الله، كلمة بنعمة ربنا وبقوة ربنا. كلمات البسيطة دي بتفوقك، بتنبهك لتكن مشيئتك، إن شاء الله نعمل كده، بقوة ربنا نعمل كده، لأن قدرتك دي ولا حاجة. في يوحنا 19 ربنا يسوع وقف يتحاكم قدام بيلاطس، فبيلاطس اتغاظ من ربنا يسوع، ما بيخافش منه ومش فارق معاه اللي بيحصل ربنا يسوع. فبيلاطس اتغاظ قال له: انت مش واخد بالك انا اقدر اطلقك، اطلق سراحك واقدر اصلبك؟ تعلم لي سلطانا اصلبك وسلطانا ان اطلقك؟ هنا المسيح اتكلم، كان قاعد ساكت بقاله ساعات. اجاب يسوع: لم يكن لك علي سلطان البت، لم تكن قد اعطيت من فوق. حيلك يعني، حيلك يا عم. سلطان ايه بس؟ بالراحه شوي، ده مش بس عشان ربنا يسوع له المجد، ولا اي بني ادم صدق اما كانش ربنا يسمح للشخص ده ياخد القرار ده. حيلك، بالراحه شوي، لم يكن لك سلطان علي البت. يطلع واحد قال يعني هيهز الكنيسه، يا عم حيلك. ما كانش ربنا بس يعني سابك تعمل كده، ولا كنت تقدر تعمل كده خالص. يبقى حاسب لو كنت بتقول لتكن مشيئتك يا رب، دايما خليك عارف ضعفك وقول بقوة ربنا كل حاجة. حتى أيوب اللي كان يبدو صديق وبار وكامل، كان في حتة عيب كده طلعت لما تقرص عليه، قال: ضحك علي أصاغري أياما الذين كنت أستنكف من أن أجعل آباءهم مع كلاب غنمي. يا سلام، طلع أنه إيه، بيضحكوا علي العيال اللي كان آباءهم أستكتر يجروا مع الكلاب بتوعي. واضح بقى أنه كان في عيب كبير جوه القلب ومستخبي، حاسس أنه حاجة كبيرة. آخر نقطة فعلا: لتكن مشيئتي لا مشيئتك. يعني إيه؟ الصح في الصلاة مش كده، الصح إيه؟ لتكن إيه؟ لا مشيئتي. اوعى تفتكروا هي دي الصلاة، لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. عاوزين نتعلم الصلوة دي: يا رب ما تخلينيش أعمل اللي في مزاجك، أعمل معروف، ما تمشيش ورايا، مشيني أنا وراك، ما تسيبنيش ورا دماغي، دماغي هتضيعني. لتكن لا مشيئتي. إنما أغلب البشر ماشيين بشعار لتكن مشيئتي لا مشيئتك. مش عاوزينك أنت يا رب، عاوزين نعمل اللي احنا عاوزينه. يقول زمان: هذه الحياة يكفينا لنكون عملنا إرادة الأمم، سالكين في الدعارة والشهوات والخمر والبطر والمنادمات وعبات. كفاية، معلمنا بطرس بيقول: يا جماعة كفاية، عشنا على هوى الناس كتير، عملنا ما يريد العالم، عملنا اللي بيقولوا الناس كتير، يكفينا هذا الزمن، كفاية علينا كده، عشنا بشعار مشيئة الناس، ماذا يريد الناس أو ماذا أريد أنا، تعالوا نبدأ نعيش بشعار ماذا تريد أنت يا رب. حتى الابن الأكبر يقول له: ابنك الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له العجل المسمن. يعني ابنك ده اللي عاش بالطول والعرض يعمل اللي هو عاوزه، دلوقتي أنت بتهنيه؟ قال له: ما دلوقتي بس بيعمل مشيئتي، دلوقتي راجع لي بيقول لي أنا عاوز أفرحك يا بابا. يقول: إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر هذا العالم. خلي بالكم التعبير ده، حسب رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية. في روح بيحرك الناس، بيحرك الناس عشان تحارب بعض عشان الفلوس، بيحرك الشباب عشان يعيشوا في الخطية، بيحرك الإدمان في العالم، بيحرك الحروب. الروح ده بيسوق الناس، والناس تبقى عندها رغبات ملحة جدا، وكلها رغبات مدمرة، مشيئة البشر خراب الإنسان. فبيقول: أنتوا كنتوا كده، كنتوا ميتين بالخطايا سلكتم فيها قبلا،
حسب ظهر هذا العالم، لغة العالم، حسب رئيس سلطة الشيطان، يعني رئيس سلطان الأهواء. ونحن جميعا أيضا تصرفنا قبلا بينهم في شواهد جسدنا عاملين، شوفوا التعبير ده، مشيئات الجسد والأفكار. الواحد ماشي يا إما ورا بطنه مثلا يا إما ورا دماغه، والاثنين يضيعوا، مشيئات الجسد والأفكار. فكنا بالطبيعة أبناء الغضب، يعني اللي يمشي ورا جسده وأفكاره يستاهل الغضب. لازم نقول إيه؟ لتكن لا مشيئتي، يا بطني يا عقلي يا قلبي يا لساني، لا مشيئتك بل مشيئته. التأله يا جماعة هو أساس كل حاجة وحشة في الدنيا، هو عبادة الذات، أن الواحد يبقى طول الوقت بيفكر في نفسه. التأله يعني أن الواحد يقبل الحياة الفاسدة والإباحية، لأن ربنا ما يحبش الحاجات دي. التأله معناه كبرياء العقل والتباهي بالفكر والحكمة والكتب والمعرفة. التأله نتيجته وحدة وخوف، لما الواحد يمشي ورا دماغه زيادة يترعب في الدنيا دي، يبقى خايف. التأله معناه الإدانة، أنك تدين الناس وتحقد على الناس وتغير من الناس وتتزمر. التأله معناه افتخار وتعالي وكلام عن نفس، معناه أسوة وعند، لأنك مش عاوز تمشي ورا ربنا. معناه ملخص الكلام طول الوقت، حاجة بتحركك اسمها إيه؟ ماذا أريد أنا؟ يبقى عاوزة إيه؟ تغيير دماغ خالص عشان تبقى السؤال ماذا تريد أنت؟ هي دي الإنجيل كله بيعمل فينا الشغلة دي، كل الإنجيل بيدور حوالين القضية دي، إزاي تتغير من ماذا أريد أنا إلى ماذا تريد أنت يا رب؟ عشان كده الشعار الجميل يقول صار ابن الله ابنا للإنسان ليجعل أولاد البشر أولاد الله. إحنا أولاد البشر بنعمل زي البشر، تعالوا نبدأ نعيش زي أولاد الله، نعمل زي ربنا، نعمل زي أبونا. يبقى نلغي دماغنا ونمشي وراء أبونا السماوي. العلاج أنا خلصت خلاص مش هطول، تعالوا نكرر الآية دي كتير في صلواتنا تدريب بقى. لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك، كل يوم عاوزين نقول. ممكن أنا مش هغير في أبانا اللازم، أنا أقصد لما تقول لتكن مشيئتك ممكن في دماغك بس بين قوسين، يعني عاوز تقول إيه؟ لا مشيئتي، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وضمنيا عاوز تفكر نفسك مش أنا، لا مشيئتي أنا. أو تقولها بطريقة تانية، يا رب ماذا تريدني أن أفعل؟ عاوزني أعمل إيه النهاردة؟ عاوزني أتكلم مع الناس دي إزاي؟ عاوزني أو تقول أنا ما أنا، يعني أنا وتشطبها، أنا ما أنا، يعني تقول أنا وبعدين تلغيها وبتقلي يفضل مكتوب نعمة الله العاملة فيه. عاوزين نشطب على الأنا دي خالص، نشيلها، عشان اللي يفضل دايما يتحرك نعمة الله. ساعتها توصل بقى الحاجة جميلة قوي، تقول ايه؟ من لي في السماء ومعك لا اريد شيئا على الارض، يعني يا رب انت كل اللي ليا، مش عاوز حد تاني، مكفيني ومشبعني، انت كبيري، انت الهي، لالهنا كل مجد وكرامة الى الابد.